السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحة كويسة ان شاء الله، وتكونوا في افضل حال يا رب يا رب جميعا كلكم يا رب، تكونوا بتذاكروا وتكونوا متابعين الفيديوهات، وعلى الاقل يعني تكونوا استفدتوا حاجة ولا بسيطة. نكمل النهاردة ان شاء الله شابتر 13، يعني تقريبا اوشكنا على الانتهاء من الكورس. الكورس كله 17 شابتر، يعني انت باقي لك اربع شباتر بس. فلو انت بتذاكر كويس لان انت خلصت الكورس دوت، والشبات اللي جايه سهله، يعني انت اللي جاي سهل والكونفجريشن هيبقى فيه قليله. يعني علينا نكمل. هنتكلم النهارده في حاجه مهمه جدا، من اهم الاعمده الاساسيه في اي نتورك والتي لا تخلو منها اي نتورك انتربرايز كبيره، تمام؟ اللي هي ايه؟ لاير 3 هاي افيلابيلتي. ايه هي اللاير 3 هاي افيلابيلتي؟ هي عمليه الجيت واي بتاعت النتورك. يعني اي نتورك لازم يبقى فيها جيت واي. هتقولي خلاص اوكي، ما انا عامل الراوتر بتاعي هو جيت واي. لا، ما انت في القصه احنا اخدنا الشابتر اللي فات جزء ديزاين، وشفنا اللي هو الهيراركال ديزاين والميديولار ديزاين، وعرفنا ان النتورك بتاعتي بتبقى متقسمه لايرز، وكل لاير بيبقى لها جيت واي. طب انت عندك دلوقتي هيبقى الجيت واي بتاعتك في حال استخدام الفيلان، هي حاجه اسمها سويتشد فيرجوال انترفيس. مظبوط الكلام ده؟ لما تعمل الفيلان بالتاكيد عشان تعمل راوتنج بتوين فيلان، او الفيلان تكلم العالم الخارجي، كان لازم تعمل راوتنج بتوين فيلان موجود فين؟ في الديستريبيوشن لاير. فبالتالي كان لازم تكاري سويتشد فيرجوال انترفيس، وعشان تعمل راوتنج انت شغال راوتنج بروتوكول. طب فرض اللي هنتكلم فيه النهارده بقى، ان فرضا ان في جزء من دوت وقع، يعني افترض الديستريبيوشن لاير اللي انت حضرتك ده الاكسس لاير اهو طالع على الديستريبيوشن لاير ده، والهوست اللي قاعد هنا ده عامل الجيت واي بتاعه هو اي بي سويتشد فيرجوال انترفيس، صح كده؟ اخدناها في شابتر الراوتنج بتوين فيلان. طيب لنفترض ان الديستريبيوشن لاير ده وقع، تقول لي اوكي، ما انا اتكلمت برضو في الشابتر اللي فات وقلت ان انا كان عندي جزء ديزاين كبير قوي، ان انا كان لازم عندي حاجه اسمها ريدندنسي، وان انا عندي الاكسس سويتش دوت طالع للمالتي لاير سويتش التاني، صح؟ هيطلع دوت هو الجيت واي بتاعه ازاي؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده. لو انت عملتها باي ديفولت كده صعب قوي. هتضطر تعمل ايه؟ انت هتكاري تري سويتشد فيرجوال انترفيس، وليكن تعال نفترض ان الهوست اي بي هو 10 0 0 10، تمام؟ والجيت واي بتاعه دوت 1 اللي هو مين؟ اي بي سويتشد فيرجوال انترفيس. هنا هل ينفع تعمل سويتشد فيرجوال انترفيس هنا دوت 1؟ مستحيل. فبالتالي لازم تعمل ايه؟ هتقولي هكاريته نمبر 2، صح؟ اقول له دوت 2، اوكي مفيش مشكله. يبقى انت هتكاري انترفيس فيلان 10 هنا برضه، انترفيس فيلان 10، بس هتدي له اي بي كام؟ دوت 2. طيب في حال ان الراجل ده وقع، لازم عشان الهوست ده يخرج من هنا كده لازم مانيوالي ادخل اغير الجيت واي هنا واخليه كام؟ دوت 2. مظبوط كده؟ صح؟ لازم الهوست يخش على المايو تريك بليسز بتاعته ويعمل كليك يمين بروبرتيز، وبعد كده يعمل ايه؟ يغير معلومه الجيت واي يخليها 10.0.0.2، صح؟ طيب الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده بقى ان القصه ازاي تتم دايناميكلي، تمام، من غير ما انت تغير حاجه، وان الجيت واي دوت يفضل زي ما هو دوت واحد، تمام كده؟ ده اسمه لاير 3 هاي افيلابيلتي. مهم جدا التوبك ده يا جماعه، من اهم الشابترز اللي موجوده في كورس السويتشنج، لازم تبقى عارفه حافظه فاهمه هضمه كويس قوي، ومفيش انترفيو بيخلو من الجزئيه دي، تمام؟ تعالى نتكلم مع بعض في الجايد لاينز بتاعتنا. هنتكلم اول حاجه راوتر ريدندنسي المالتي لاير سويتش. ازاي نعمل عمليه ريدندنسي في المالتي لاير سويتشنج، وازاي المعلومه ديت بتشتغل، وازاي هنعمل ريدندنسي. بعد كده ناخد معلومه باكيت فوروردنج ريفيو، معلومه بسيطه كده يعني عن عمليه الباكيت فوروردنج. هي المفروض تكون انت فاهم الجزئيه اللي هتكلم فيها ديت هنا، لكن هنرجع عليها بسرعه قوي. وبعد كده نتكلم بقى في البروتوكولز اللي هتعمل فوروردنج للباكيتس ديت از ا جيت واي. تعال نكمل مع بعض، مش عايزك تتلخبط. اول حاجه راوتر ريدندنسي مالتي لاير سويتشنج، تمام؟ اللي هنعمله ايه لو الهدف بتاعنا ان احنا نخلي القصه فيها ايه مور دايناميكلي، بحيث ان احنا ما نعملش حاجه مانوال، والهوست بتاعك يفضل بيشوف العالم الخارجي اللي هو الانترنت او فيلان ثانيه من غير ما ايه ما تغير اي حاجه، لان الهوست ان اوير بعمليه الشبكه، صح؟ الهوست مش عارف يغير اي بي ازاي او يعمل الكلام ده. وبالتالي كمان ممكن هتقولي طب انا هعرف الهوست بتاعتي، اوكي مفيش مشكله. انت من اهم حاجه في النتورك بتاعتك انك ما تخليش لليوزر عندك له صلاحيات معينه ياخدها، بحيث انه ما يغيرش حاجات في النتورك. من اهمها انه ما يغيرش الاي بي بتاعه، لان انت ممكن تكون حضرتك مديهوله ستاتيك. ما علينا، ده قصه مايكروسوفت وقصه البرميشنز والاكتيف دايركتري والاثوريتيز والحاجات دي كلها مش موضوع. اللي هنعمله ايه؟ هنخلي المالتي لاير سويتش اكت از ديفولت جيت واي، تمام، فور هوستس
او للفيلانز اللي عامه اللي موجود لها سويتشد فيرجوال انترفيس عندي. ما انا ممكن يكون عندي على المالتي سويتش 10 فيلانز مثلا، فبالتالي اعمل لهم راوتنج ال 10 فيلانز دول ب 10 اس في اي، تمام، وراوتنج ترافيك بتوين فيلانز كمان، او ان هم يشوفوا ايه الفيلانز تشوف بعضها. فالكلام ده بيتم فين؟ عن طريق الديفولت جيت واي. طب الديفولت جيت واي هو مين؟ ديفولت جيت واي هو المالتي لاير سويتش القائم في الديستريبيوشن لاير. طيب اضافه بلس راوتنج ترافيك تو اند فروم اوتسايد نتورك اللي هو مين؟ الانترنت، سواء كنت بكلم سيرفر فار مثلا قريبه من الكور، او بكلم حد بعد الكور لاير بتاعتي وهو الانترنت مثلا، او بكلم برانش تاني، تمام. فبالتالي مين المسؤول يعمل عمليه الراوتنج ديت؟ هو المالتي لاير سويتش. فلازم يبقى له ريدندنسي، ما ينفعش واحد يقع. اهو قال لك شود اوفر ريدندنسي فور ذيس رول باي يوزنج لاير 3 افيلابيلتي بروتوكول. لازم ان المالتي لاير سويتش اللي احنا كاينين فيه دوت ما يقعش، لو وقع حد ياخد الدور ده مكانه، بحيث انه يقدر يعمل لي راوتنج برضه للفيلانز المختلف، بحيث ان اقدر اروح هنا كده او اقدر اروح لمين؟ للانترنت، تمام كده. فلازم عشان العمليه دي تتم لازم استخدم بقى ايه؟ بروتوكول من الثلاثه دول. اهم ثلاث بروتوكولات عندك هو HSRB VRRB GLPP. الشورت كاتس بتاعتهم دي شورت كاتس كده، الستاند فور بتاعها هنتكلم فيه، لكن لما يجي ناخد بروتوكول بروتوكول بالتفصيل، كل بروتوكول له مواصفات، له خوارزميه بني عليها، له ميكانيزم بيشتغل بيها، هنعرفها بالتفصيل، هندرسها قوي، هنطبق عليها لاب، لاب مهم جدا عشان نشوف القصه دي تمشي ازاي. تعال نتكلم مع اول بروتوكول هو HSRB. البروتوكولز دي بتعمل ايه؟ قبل ما نبدا في البروتوكول، البروتوكول دي بتوفر لي لاير 3 افيلابيلتي، ان لو في مالتي لاير سويتش وقع وهو كان الجيت واي بتاعي، المالتي لاير سويتش اللي جنبه ياخد العمليه دي مكانه كانه هو بالظبط، تمام. طيب قبل ما نتكلم في البروتوكولز دي، تعال نتكلم في عمليه الباكيت فوروردنج ريفيو. تعال نتبع الباكيت بتاعتي بتمشي ازاي. ادي الاكسس لاير سويتش، تمام، واصل بهوست الاي بي هو 10.0.0.10، تمام كده، وده واصل، تمام كده. ولنفترض ايه؟ ان دوت راوتر او مالتي لاير سويتش اللي هو بيكلم الانترنت، وده راوتر كده اهوت بيكلم مين؟ الانترنت، تمام. طيب انا هنا الجيت واي بتاعي على سويتش فيرجوال انترفيس هيكون مين؟ 10.0.0.1 مثلا، تمام كده. طيب لنفترض ان الهوست دوت عايز يبعت باكيت لللوكال سب نت بتاعته. ناخد اول مثال اللي هو الايه؟ سندنج ترافيك ان ذا لوكال سب نت، تمام. يعني معايا راجل هنا اهوت في نفس الفيلان، في نفس السب نت بتاعتي اللي هو ليكون 10.0.0.20 في الاخر، تمام كده. هوست تاني هنا، ايه اللي المفروض هيحصل؟ قال لك الهوست دوت هيبدا يجنريت ترافيك، صح، وفي الباك جراوند بتاعته يبدا يعمل ايه؟ يكريت هيدر، صح، مظبوط كده. ارجع بالذاكره كده الكور سي سي ان ايه اللي هو شابتر 1 و2 اللي هو عمليه الداتا انكابسوليشن اند دي انكابسوليشن، تمام. طيب هيعمل ايه؟ قال لك هيبدا يكريت الهيدر بتاعه، هيحط السورس ماك، صح كده. طيب السورس ماك هيبقى مين؟ الماك ادريسز، الماك ادرس بتاعه، صح. خانة الديستنيشن ماك، تمام، خانة الديستنيشن ماك سيبها دلوقتي لانه ما يعرفش الماك، المفروض يحط الماك ادرس بتاع مين؟ بتاع الهوست ده. اوكي، هو ما يعرفش الماك ادرس بتاعه لانه ملوش علاقه بيه. طب هيحط بعد كده خانة السورس اي بي، مظبوط كده، هيحط فيها مين؟ اي بي هو. طب خانة الديستنيشن اي بي هيحط اي بي الهوست اللي هناك اللي هو 10.0.0.20، مظبوط كده. وباقي البروتوكولز بتاعتي ما علينا، بقيه الهيدر مش دي المشكله بتاعتنا، يهمني خانه الديستنيشن ماك. طيب بالنسبه للديستنيشن ماك هيجيبه منين؟ ما هو ما يعرفوش وعارف الاي بي، فقال لك هيبعت ار بريكوست. ار بايه؟ ار بريكوست، صح كده، ادرس ريزوليوشن بروتوكول، تمام. ايه هو الادرس ريزوليوشن بروتوكول ده؟ هو ريكوست بيقول له بمعلوميه الاي بي اجيب ايه؟ الماك ادرس. هيبعت له ار بريكوست يقول له ايه؟ يلا اي بي هك 10.0.0.2 قول لي الماك ادرس بتاعك، تمام. والار بريكوست ده بيبقى برودكاست معايا كده، يعني بينتج السويتش هيبعته اوت اوف اول بورتس اكسبت ذا اوريجينيتور بورت، ما علينا. هيبعت ار بريكوست، الار بريكوست هيستلمه مين؟ الهوست ده. هيبدا يعمل انكويري انكوايرز للماك ادرس بتاعه، وبعد كده يعمل ايه؟ يبعت ار ريبلاي للهوست دوت يقول له انا الماك ادرس بتاعي كذا، حطه هنا ايه؟ ويبعت، تمام. ده كده كان بالنسبه لمين؟ لللوكال سبنت، خلاص كده. طب بالنسبه له لو هيبعت تو ديفرنت نتوركس او سبنت او في الانترنت او فيلان ثانيه، يعني المفروض نزود هنا ايه؟ فيلان ثانيه. لو هيبعت لحد فيلان ثانيه هيعمل ايه؟ قال لك عنده معلومه اولا، هي ان خلينا نقولها نقربها ببساطه، اللي هي ايه؟ السبنت، تمام. الراجل ده اي بي هو 10.0.0.10، مظبوط كده، عايز يبعت لحد الاي بي مثلا
101 مثلا دوت 0 دوت 0 دوت 1 وليكن كان هوست هنا في الانترنت، تمام كده؟ هيعمل ايه؟ مين الجيت واي بتاعه هنا؟ الجيت واي بتاعه هنا هو 10.0.0.1، مظبوط كده؟ واللي هو سويتش فيرجوال انترفيس، تمام؟ فبالتالي هيعمل ايه؟ هيبعت للجيت واي بتاعه البيانات. طيب هل يعرف الاي بي بتاع الراجل دوت؟ هو عارف ان هو 10.0.0.1 بس، تمام؟ لكن ما يعرفش القصه المختلفه. فقال لك الهوست دوت اول حاجه يعمل ايه؟ هيجنريت برضو البيانات ويبدا يكريت الهيدر بتاعه، هيحط السورس ماك، الماك ادرس بتاعه. طيب بالنسبه للديستنيشن ماك ادرس ما يعرفوش، طب السورس اي بي ادرس هو اي بي هو اللي هو 10.0.0.1. طب بالنسبه للديستنيشن اي بي 101.0.0.1، تمام؟ اول ما الهوست يلاقي ان السورس اي بي ادرس غير الديستنيشن اي بي ادرس، مش في نفس السبنت، يقرر انه يطلع لمعلومه مين؟ الجيت واي، صح؟ بيزد اون الديفولت راوت اللي هو متكريت عنده اصلا في الراوتنج تيبل الموجود في الهوست. ما علينا، يعني هو الهوست واخد معلومه الجيت واي ل 10.0.1، معناها ايه؟ ان اي شبكه ما تعرفهاش روح لمين؟ ل 10.0.1. يبقى الراجل الهوست دوت ما عرفش الا شبكه 10، فلما جاله عايز يروح ل 101 دوت ما يعرفش الشبكه دي، فقرر انه يطلع لمين؟ للجيت واي. مين هو الجيت واي؟ 10.0.1. خلاص يبقى هو النكست هوب بتاعته مين؟ 10.0.1. خلاص يبقى كده حط في خانه الديستنيشن اي بي ادرس 101، لان الاي بي اند تو اند دليفري ما بتتغيرش. طب بالنسبه للديستنيشن ماك ادرس بقى، الديستنيشن الماك ادرس بيبقى هوب بير هوب، مظبوط كده؟ كل هوب الماك ادرس بيتغير، هيقوم باعت ار بريكوست لمين بقى؟ ار بريكوست للنكست هوب اللي هي 10.0.1، مظبوط كده؟ يبعت له ايه؟ ار بريكوست، يقول له يا للاي بي بتاعك 10.0.1 ايه هو الماك ادرس بتاعك؟ 10.0.1. يرد بالماك ادرس بتاعه في ار ريبلاي، الهوست ده يحطه في خانه الديستنيشن ماك ادرس، والباكت توصل مين؟ للمالتي لير سويتش بتاعه اللي هو اللاير 3 مالتي لير سويتش اللي هو بيشتغل جيت واي، تمام؟ طيب يبقى في الحاله ديت هيوصل للجيت واي، الجيت واي هيبدا يعمل الحركه اللي بعدها على طول اللي هي ايه؟ يبدا يبص في الراوتنج تيبل، هو لقى السورس 10.0.1 والديستنيشن 101، يبدا يبص 101 يروح لها ازاي بيزد اون عمليه الراوتنج ويروح لها كده، تمام؟ يبقى دي عمليه ايه؟ باكيت فوروردنج مهمه جدا، تمام؟ لما نيجي نعمل ريدندنسي هنحتاج لو مالتي لير سويتش تاني هيرد بنفس المعلومات بتاعت الاولاني، يعني تخيل معايا كان في عندي مالتي لير سويتش تاني هنا كده اللي هو ده، تمام؟ والهوست طالع هنا والاكسس لير سويتش واصل بده. طيب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ المفروض اللي ده وده بيردوا بنفس المعلومات، هنتعلم بقى ازاي يحصل الكلام ده بيزد اون عمليه البروتوكول بتاعت اللي هي ايه؟ لاير 3 افيلابيلتي، تمام؟ اول بروتوكول هو اتش اس ار بي، بروتوكول اسمه ايه؟ اتش اس ار بي، هوت ستاند باي راوتر بروتوكول، تمام؟ هوت ستاند باي راوتر بروتوكول. البروتوكول دوت سيسكو بروبرايتري، يعني ما بيشتغلش الا على ايه؟ راوترات سيسكو، سوري مالتي لير سويتش سيسكو بس. فبالتالي ايه؟ ما اقدرش استخدمه ما بين ديفايسز اللي هو مالتيبل فيندرز، لا انا لازم استخدمه مع مين؟ مع سيسكو بس، تمام؟ فكره البروتوكول دوت سهله جدا، مش محتاجه حاجه، افهمها كويس بسهوله وسلاسه كده هتلاقي الموضوع بسيط جدا وهتقدر تيست اللاب بتاعك بسهوله، تمام؟ فكرته ايه؟ انا عندي الاكسس لير سويتش اهو، تمام؟ طالع الاثنين ايه؟ مالتي لير سويتش، اتفقنا ان احنا عندنا ريدندنسي مالتي لير سويتش، تمام؟ هنعمل ايه؟ قال لك باي ديفولت كده هتكريت اس في اي هنا، صح؟ لفيلان مين؟ وليكن الهوست اللي قاعد هنا اهوت في فيلان 10، مظبوط كده؟ والاي بي زي ما اتفقنا ان هو 10 0 0 دوت كام؟ دوت 10، مظبوط كده؟ طيب هنعمل ايه؟ هنكريت سويتشت فيرجوال انترفيس لفيلان 10، الاي بي بتاعه ايه؟ وليكن دوت 100، يعني 10.0.100، تمام؟ وهنكريت هنا اوكي مفيش مشكله، ده اللي هو السيناريو العادي بتاعنا اللي هو هنكريت سويتش فيرجوال انترفيس برضو معايا كده لفيلان 10 ويكون اي بيه كام؟ 101، تمام كده؟ في مشكله؟ لحد دلوقتي ما استخدمتش اي بروتوكول. طيب بالنسبه للهوست اللي قاعد هنا ده هيعمل الجيت واي بتاعه كام؟ 100 ولا 101 عشان يطلع از يو لايك، تمام؟ انا هقوم عامل الجيت واي بتاعي 100، خلاص كده يبقى معنى ذلك ان هو يطلع لمين؟ للديستريبيوشن لاير اللي هو ده، مظبوط كده؟ طيب لو عملته 101 هيطلع من هنا، طيب فين الريدندنسي هنا؟ حضرتك لو عملتها 100 يبقى هيطلع من هنا. طب فرضا ان المالتي لاير سويتش دوت لاي سبب من الاسباب وقع، تمام؟ يعني كان داون او في لينك وقع او وات ايفر، تمام؟ فهيطلع يحاول يطلع ل 100 دوت مش هيقدر يوصل، فبالتالي لازم اعمل ايه؟ اغير القصه ديت لايه؟ ل 101. يبقى لازم اخش مانيوالي على الهوست بتاعي اغيره لايه؟
ل101 عشان يقدر يوصل للمالتي لير سويتش ده اللي هو الجيت واي بتاعه، مظبوط كده؟ طيب يبقى القصه دي كده عملتها ايه؟ مانوال. طب هل الهوست هو اوير بالكلام ده؟ لا مش اوير بالكلام ده، ما يقدرش يغير القصه دي. بلس ان انا حتى لو هو اوير انا عايز القصه دي تتم ايه؟ دايناميك من غير ما حد يتدخل فيها. فقال لك هنستخدم بروتوكول اسمه HSRP اللي هو هوت ستاند باي راوتر بروتوكول. البروتوكول ده هيعمل ايه؟ قال لك هنعمل عمليه ميكس كده للاثنين سويتش فيرجوال انترفيس دول مع انهم هما الاثنين في نفس السبنت، بس هنعمل ما بينهم عمليه تعمل ايه؟ دايناميك بروتوكول شويه. اللي هو ايه؟ هنحط السويتش فيرجوال انترفيس دوت اللي هو ده بتاع فيينا 10 هنا في HSRP جروب، هنكريت حاجه اسمها HSRP جروب تمام، وهنحط فيها الانترفيس بتاع في الانترفيس دوت ايه معانا تمام، ونحط ونكريت هنا برضو ايه HSRP جروب هنا، بس لازم رقم الجروب هنا يكون نفس رقم الجروب هنا تمام. معنى ذلك ان هما الاثنين ايه بيعملوا عمليه واحده تمام. طيب بعد ما نكريت لهم جروب هنديهم فيرجوال اي بي ادرس، فيرجوال اي بي ادرس من نفس السبنت بتاعت رينج 10 تمام، وليكن هدي له اتش. دلوقتي احنا عملنا اول حاجه ايه؟ اتش اس ار بي جروب تمام. طب تاني حاجه اتش اس ار بي اي بي تمام، نديها ايه؟ اي بي. والفيرجوال اي بي هدي له اي بي 10 0 0 1 تمام، ونفس الفيرجوال اي بي هنا 10 0 0 1 تمام كده. يبقى ده فيرجوال اي بي، ده ايه؟ فيرجوال اي بي تمام. وتاني حاجه اعمل ايه بقى؟ تالت حاجه اعمل الفيرجوال اي بي دوت هو الجيت واي بتاع مين؟ بتاع الهوست في الفيلان. يبقى انسى 100 و101 ده تمام كده، تقوم عم تبدلهم بايه؟ ب 10.0.0.1 تمام كده. يبقى الجيت واي بتاع الهوست هيفضل 10.0.0.1 تمام. 10.0.0.1 دي بتساوي ايه؟ بتساوي 100 وبتساوي 101، ايهما موجود يرد. وصلت كده؟ ده فكره ايه مبسطه تمام. طيب تعال نكمل الكلام ده بقى. ال HSRP جروب بتاعي up to 16 تمام، ان انا اقدر اكريت جروب على المالتي لير سويتش الواحد عندي من 1 لحد 16 تمام. وهتقولي طب لو انا عندي 10 فيلان مثلا، لو انا عندي 10 فيلان هتقولي طب عندي 20 فيلان هكريت جروب لكل واحده؟ لا، انت عندك ال HSRP جروب locally significant to interface، يعني انترفيس فيلان 10 تمام تقدر تكريت فيه تحتيه 16 جروب. طيب بالنسبه للفيلان 2 تقدر تكريت من 1 ل 16 تاني تمام، يبقى العمليه significant to interface مظبوط كده. طيب بالنسبه لي في السيناريو ده مين اللي هيرد عليا؟ 100 ولا 101؟ ما انت قلت لي اتنين متساويين لان انا بطلع على 10 0 0 1 تمام. قال لك لا، ما احنا عندنا بقى حاجتين، عندي حاجه اسمها اكتف وعندي حاجه اسمها ايه؟ ستاند باي تمام. ايه هو اكتف وايه ستاند باي؟ واحد فيهم هيبقى اكتف تمام، وهو ده اللي هيرد على الريكوست بتاعت النتورك تمام والار ريكوست، والتاني هيبقى ايه؟ ستاند باي. طب على اي اساس هو يعني مين اللي هيختار مين يبقى هو الاساسي ومين هو الاحتياطي؟ قال لك بيزد اون برايورتي. بيزد اون ايه؟ اتش اس ار بي برايورتي. الهايست برايورتي از بريفيرد، يعني انا هدي لده برايورتي وهدي لده ايه؟ برايورتي تمام. برايورتي الراجل ده 100 مثلا وده 200، مين اللي هيبقى اكتف؟ الراجل ده. يبقى الاعلى برايورتي هو مين؟ الاكتف. طب بالنسبه للستاند باي قال لك هيبدا يعمل ليسن بيزد اون برايورتي، هيبدا يقعد يسمع للبرايورتي تمام كده. لاول ما يلاقي ان البرايورتي بتاعته افضل من الثاني ياخد هو ايه؟ عمليه الاكتف تمام كده. يبقى هو بيبقى يقعد بيعمل ليسن، بيقف في حاله اسمها ليسن هناخدها كمان شويه. الستاند باي ده بيقعد يسمع للمين؟ للاكتف. الاكتف وقع ياخد مكانه هو اكتف والدنيا تتحل تمام. طيب بيستخدموا المالتي كاست دوت اللي هو 224.0.0.2 على البورت بتاع اليو دي بي ده تمام. يعني مهم يعني دي معلومات بس ايه عشان تعرف البروتوكول ده بيشتغل ازاي. تقول لي طب هو بيستخدم مالتي كاست ده في ايه؟ قال لك ما هو اوكي في عمليه الالكشن والانتخابات اللي بتتم ما بينها اكتف وستاند باي. ايه اللي بيحصل؟ بنعمل انتخابات مع بعض، هنبعت الترافيك ده على ايه؟ على المالتي كاست ده تمام. طب اكيد في ما بيننا هيلو مسج وديد تايم، هناخدها دلوقتي بتتبعت برضو على المالتي كاست ده تمام. تعال نشوف الاتش اس ار بي الكشنز تمام. الانتخابات بتاعتنا هتتم ازاي؟ اول حاجه الالكشنز بتوين ذا سيم جروب، ما ينفعش وليكن ده كان هنا كده، ده الاكسس وده الهوست اهوت، وده كان ديستريبيوشن وده ايه؟ ديستريبيوشن تمام. ما ينفعش الراجل ده الانترفيس فيلان 10 ده في جروب رقم 1 ده في جروب رقم 2، عمره ما هيتم ما بينهم انتخابات تمام. وصل كده؟ يبقى لازم عشان يتم انتخابات ما بينهم لازم يكونوا ايه؟ اون ذا سيم جروب تمام. طيب بالنسبه لي هايست برايورتي از بريفيرد، هايست برايورتي از بريفيرد عشان مين؟ هو يبقى اكتف، يعني خلاص الراجل ده اتفقنا ان هو ده هيبقى اكتف، فهعمل البرايورتي بتاعته مثلا عاليه تمام. البرايورتي بتاعتي من 1 لحد 255 تمام.
والديفولت بتاعتي، الديفولت برايورتي بتاعتي بتساوي 100، يبقى ده بيساوي 100 وده بيساوي ايه؟ 100. هتقولي طب لا، ما هم متعادلين دلوقتي، مين هياخد عمليه الافضل او مين هيبقى اكتف؟ قال لك ان كيس ان هم اتعادلوا في عمليه البرايورتي وده الديفولت اصلا، الهايست اي بي ادرس هو اللي هياخدها. يعني ليكن انترفيس فيلان 10 هنا كان اي بيه 101 تمام، والانترفيس هنا كان اي بيه كام؟ دوت 100 في الاخر صح. مين اللي هياخد العمليه الاكتف؟ هو ده اللي هياخد اكتف تمام. لكن انا ما سيبهاش بالاي بي ادرس، انا عشان اخليها ديديكيتد اعمل ايه؟ اخليها مثلا ببريوريتي، اخلي الراجل دوت هو 200 مثلا والبريوريتي هنا ايه؟ 100 تمام كده. يبقى اف ايكوال راوتر وذ ذا هايست اي بي ادرس هو اللي هياخد عمليه الاكتف تمام. طيب بالنسبه للاتش اس ار بي ستيتس، الاتش اس ار بي بتاعي لما يجي يتم انتخابات بيمر بالحاله دي، ديسيبلد هو ما فيش حاجه متفعله، initiating او initial listen speak stand by active تمام. الراجل دوت هيبقى ايه؟ active تمام، والراجل دوت هيبقى stand by، الباقي هيفضل في حاله listen. سوري، الهوست اللي ده هيبقى ايه؟ stand by وبيسمع، والباقي يقعد فين؟ في عمليه listen يسمع بس تمام كده. يبقى هيعدي حاله الانيشال او الانيشيتنج تمام، ويقف فين؟ في حاله الليسن. يبقى الاكتف اكتف والستاند باي بيقف في حاله الستاند باي اللي هو تاني افضل برايورتي، بعد كده الباقي كله ايه؟ زي ما تقول ايه؟ بلح يعني تمام، بس بيفضل يسمع. لان هنفترض ان الاكتف ده وقع معايا كده، الاكتف وقع، الستاند باي خد ايه؟ اكتف تمام. وكان عندي مالتي لاير سويتش ثالث، ده يبقى حالته ايه؟ لو هو تاني افضل برايورتي يبقى الراجل ده بقى اكتف وده بقى مين؟ ستاند باي تمام كده. طيب قال لك بقى كده only the standby router monitor the hello from active router تمام. مين الوحيد اللي بيتابع الهيلو مسج من الاكتف؟ هو الستاند باي بس تمام. اي واحد تاني معانا في الجروب، يعني سي مثلا ده كان واصل كده بمالتي لير سويتش برضو في نفس الجروب بتاعتنا اتش اس ار بي 1 وبيشير معانا في نفس الجيت واي بتاعنا، قال لك ده مش هيتابع اي هيلو مسج. امتى يمونيتور هيلو مسج؟ في حاله ان الاكتف وقع وده بقى الستاند باي ده بقى اكتف، ده يبدا يتحول لستاند باي ويبدا يسمع الهيلو مسج تمام. طيب الهيلو مسج بتتبعت كل 3 سكند تمام، الهيلو مسج كل كام ثانيه؟ كل 3 سكند. طب انا اعتبرك ديد امتى؟ لو انا عديت 3 في الهيلو تمام كده، او اللي هي 10 ثواني. يبقى السويتش دوت اكتف، المالتي سويتش ده اكتف وده مين؟ ستاند باي. لو ده فضل ما يستلمش من الاكتف 3 هيلو مسج هيعمل ايه؟ ده هيتحول خلاص يقع كده وده يبقى مين؟ ده الاكتف مظبوط كده. طيب عندي بعد كده الستاند باي هو تيك ذا اكتف رول من مين؟ من الاكتف سويتش يعني تمام. عندي بعد كده خاصيه اسمها ستاند باي بريمشن تمام. ايه هي البريمت؟ ان انا لو تخيل معايا السيناريو دوت، تعالى نعمل بس اريز شويه، ده الاكسس اهوت طالع لمالتي لير سويتش، طالع لمالتي لير سويتش، ده الاكتف وده مين؟ الستاند باي تمام. الاكتف دلوقتي البرايورتي بتاعته كام؟ 200 مظبوط كده. طيب بالنسبه للراجل اللي دوت 150، مين دلوقتي افضل برايورتي؟ ال 200 صح، ولذلك هو اكتف. لنفترض ان الاكتف دلوقتي وقع، ايه اللي هيحصل؟ خلاص ده هيروح منه اكتف كده تمام، وده هيتحول من ستاند باي يتحول لايه؟ لاكتف، وده اصبح مين؟ ستاند باي صح مظبوط كده. وقع، هو وقع دلوقتي مش موجود خالص. طب فرضا ان الراجل دوت ده اصبح اكتف اهوت، طب ده رجع تاني اب، يعني المالتي لير سويتش دوت كان عمل ستارت مثلا او الوات ايفر ايه اللي حصل، فرجع اب تاني، هل ياخد من ده الاكتف بتاعته؟ قال لك لا، حفاظا على الاستابيليتي بتاعت ايه؟ النتورك تمام. النتورك بتاعت تفضل ستيبل ما يتغيرش فيه حاجه، عشان ايه؟ لو انا قعدت اتحول الهوست دوت هيبدا يحول الار بريكوست بتاعته لمين؟ للمالتي لير سويتش التاني، فبالتالي العمليه ايه؟ هتبدا تعمل عمليه ديلي في النتورك. فقال لك مع ان الراجل دوت هو البرايورتي بتاعته افضل، لكن مش هياخد منه عمليه الاكتف الا لما الاكتف دوت يقع. طب لو انا عايز اعدل التصرف دوت، قال لك تفعل خاصيه اسمها ستاند باي بريمت، يعني ايه؟ في حال ان انت افضل برايورتي نفض للعمليه دي خالص، وانت يعني وانس ان انت اعلى برايورتي خد الاكتف، اكتف ايه؟ رول تمام. لكن الخاصيه دي باي ديفولت ايه؟ مش متفعله تمام كده، لازم انا افعلها، وده سؤال بيجي في الاكزام يسالك في الجزئيه دي تمام. طيب عندي برضو اخر خاصيه عندي، وانا اقدر اعمل ايه؟ اتش اس ار بي اوثنتيكيشن بتو ميثودز تمام، يا اما بلين تكست يا اما ام دي 5. يعني اقدر اخلي ان المسج والهيلو مسج والعمليه الالكشنز اللي بتتم بين الاثنين دول تمام، سواء كان في لينك هنا او ثرو الاكسس لاير، ده اللي يحصل
ان انا اعمل ايه اوثنتيكيشن ما بينهم. يعني مش انا مش اي حد ياخد مني عمليه الاكتف والستاند باي، تمام؟ يعني نفترض ان في فيك جه هنا مثلا وعايز ياخد عمليه الرول بتاعت الاكتف، يبقى هو يعني مثلا يطبق هجمه مان ان ذا ميدل ويبقى هو الديفولت جيت واي بتاعتي النتورك بتاعتي. لا ما ينفعش. فانا هعمل ايه؟ عمليه اوثنتيكيشن يا اما بلين تكست، تمام، وهي عن طريق كي مثلا، اقول مثلا الكي بتاعتنا اللي هنتفق عليها سيسكو بتتبعت بلين تكست، او ان انا اعملها ان دي 5 وهي بتبقى عن طريق ميسج دايجست 5 بيبعت هاش كود وكي سترينج وليس الكود نفسه. يعني انا عملت الكي بتاعتي سيسكو، تمام، مش هيبعتها سيسكو في اللينك، لا ده هيبعتها انكريبتد وهيبعت الهاش كود بس، يعني اللي هو الكود اللي كان ناتج عمليه الانكريبشن ديت. ده لازم يعمل عمليه كالكوليشن للهاش كود ده ولازم يعمل له ماتشنج، تمام، يعني الباسورد نفسها ما بتتحركش في اللينك، تمام. بلس ان انا ممكن اعمل العمليه دايناميك كمان، ان في اكتر من كي يطبق هنا بيزد اون كي تشين، تمام. فكان كي تشين بتاعتي الاي جي بي اوثنتيكيشن ان انا مثلا عندي 5 كي واعملها بالتايم والكلام ده ممكن اعملها، تمام. لكن الام دي 5 ما بيطبقش الا على ال 3560 وال 3570 على الاي او اس، تمام. لكن الدارج او الكومنلي يوزد هو البلين تكست. از يو لايك هناخد الكونفيجريشن بتاعت دوت والكونفيجريشن بتاعت البلين تكست، تمام. طيب نقدر نتكلم في عمليه اخر عمليه في ال اتش اس ار بي، هو عمليه اتش اس ار بي تراكنج، تمام. ايه هي الاتش اس ار بي تراكنج بقى؟ دي ميكانيزم جامده جدا جدا جدا. بتعمل ايه؟ عايزين نرسم الرسمه بتاعتنا هنا كده. ده الاكسس اهوت وده ايه؟ الهوست، تمام كده. ركز معايا، ده الديستريبيوشن الاولاني وهو جيت واي، ده الاكتف، وده مين؟ ده الستاند باي، تمام. دول الديستريبيوشن لاير كانوا بيطلعوا على ايه؟ على كور لاير، مظبوط كده. والكور لاير بيطلع لايه؟ لانترنت، تمام كده. مثال صغير جدا من نتورك. طيب انت قلت لي دلوقتي هعمل ايه لو الراجل ده وقع، صح؟ ده فقد الستاند باي، ده ما وصلوش 3 هيلو من الاكتف، هيعمل ايه؟ هيحول نفسه اكتف، صح؟ طيب لنفترض مع بعض ان الدنيا ديت اصبحت شغاله تمام وان اللينك ما وقعتش، فالهيلو ماشيه كويس، ودوت هو مين؟ الاكتف، وده مين؟ الستاند باي، تمام كده. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ لنفترض ان اللينك ديت هي اللي وقعت، اللينك ديت هي ايه اللي وقعت، تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ هل المالتي لير سويتش ده اللي هو الستاند باي هيحس بالكلام ده؟ لا مش هيحس، صح؟ مش ليه؟ المالتي لير سويتش دوت خلاص فقد الرول بتاعته، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ عمره ما هيحس الستاند باي، عمره ما هيحس بالكلام ده، فالهوست هيفضل يطلع من هنا كده والدنيا ما زالت واقعه، صح؟ مش عارف يوصل الاوتسايد نتورك ليه او الانترنت، لان اللينكه دي واقعه. طيب مش مع ان افضل مسار دلوقتي يعد من هنا، صح؟ طب في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ قال لك تفعل حاجه اسمها تراكنج على الانترفيس بتاعتي في الاتش اس ار بي، تمام. اعمل ايه؟ قال لك هعمل تراك للانترفيس ده، وليكن كان 0 على 1 مثلا، تمام. هقول للمالتي لير سويتش دوت او السويتش فيرجوال انترفيس هنا في الاتش اس ار بي اعمل لي تراكنج ماشي للانترفيس ده، تمام. وانس ان انت لقيته داون، قال لي البريوريتي بتاعتك بقيمه 80 مثلا، معايا كده؟ فده كان قيمته كام؟ 200، وده كان كام؟ 150، صح كده؟ اول ما الانترفيس ده يبقى داون البريوريتي هتقل كام؟ 80. اطرح 80 من 200 كده يبقى كام؟ بقت البريوريتي هنا 120، ودي ما زالت 150، مين يبقى اكتف؟ هو الراجل ده ياخد الاكتف. وصل كده؟ يبقى انا اقدر اعمل عمليه تراكنج لايه؟ الانترفيس بيطلعني للاوتسايد نتورك او للريموت نتورك يعمل لي الكلام، تمام. يبقى هي العمليه ميكانيزم تو ديتكت لينك فيلير تو اب لايرز او الاوتسايد نتورك. بقدر اعمل ديتكت لينك فيلير لايه؟ للاير فوق ايه، تمام. عن طريق ايه بقى؟ لوزينج اكتف رول، تمام. اف برايورتي از ريديوسد بيزد اون تراكنج فاليو، تمام. انا هفقد الاكتف بتاعتي بيزد اون ايه؟ لو البرايورتي بتاعتي اقل، صح؟ انا اللي بكونفيجر الكلام ده، يعني الكلام ده كله كونفيجرابل، كل اللي بنتكلم فيه ده اقدر اعمل له كونفيجريشن واقول له الفاليو تقل كذا والتراكنج انترفيس هو كذا، تمام. طيب بالنسبه للراجل ده رجع تاني، الانترفيس ده رجع اب تاني، البرايورتي بتاعتي تزيد 80، تمام، تاخد القيمه اللي هي فقدتها، فبالتالي هيبقى 200. هتقولي طب في الحاله دي هيبقى اعلى من ده؟ هياخد منه اكتف؟ لا والله، تبع انت مكونفيجر ايه. لو انت مكونفيجر البريمشن خاصيه اللي هي بريمت، تمام، هياخدها منه. لو انت مش عامل كونفيجريشن للكلام ده مش هياخدها منه، تمام. قال لك priority is incremented once the tracked interface comes up again، تمام. يعني الانترفيس انت كنت عامله تراك رجع تاني اب، فالبريوريتي هتعمل ايه؟ هتزيد تاني بالقيمه اللي كانت المفروض تنقص، تمام.
تقدر تستخدمها امتى؟ يوزد وين ا سويتش هاز سيفرال باثز اوت اوف فيلان او للسبنت. اقدر يعني ده الريكومند بتاعها، ده تستخدمها لو انت عندك اكتر من مسار للباث بتاعك او للفيلان بتاعك. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ نتكلم في السيناريو اللي هنتكلم فيه. تمام. ونشوف ال HSRB addressing اتكلمنا فيها. ايه يعني HSRB addressing؟ مش احنا اتفقنا ان المالتي راي سويتش اللي هو في الديستريبيوشن ده، او ده المالتي راي سويتش اللي في الاكسس كده، وده كده الهوست صح. ايه هو ال HSRB addressing؟ انا هدي ادرس للسويتش فيرجوال انترفيس اللي هو كنت قلت عليه 10.0.0.1. تمام. وهو هيبقى الديفولت جيت واي لمين؟ للهوست بتاعي صح. يبقى هكونفيجر ال HSRB بتاعي، هدي له IP address على سويتش فيرجوال انترفيس بحيث ان هو ايه، يبقى هو ده الديفولت جيت واي بتاعي وما يحصلش مشكله. تمام. HSRB address must be on the same subnet of VLAN network. يعني ما ينفعش مثلا الهوست ده انا ده في رينج 10 واعمل HSRB address بتاعي 130. تمام. 130.0.0 مثلا 50، ما ينفعش كلام. تمام. طيب HSRB address used as a gateway address for all hosts in VLAN. تمام. فعلا الهوست بتاعتي اللي موجوده في الفيلان كلها لازم تاخد الجيت واي ده. تمام. نيجي بقى لعمليه الار بريكوست هيبعت، مش انا كنت هاخد ماك ادرس؟ طيب بالنسبه لي الجيت واي بتاعي ثابت صح، لما الهوست كان بيبعت ار بريكوست ل 10.0.0.1 معايا كده، ايه هو الماك ادرس اللي هيترد بيه عليه بقى؟ قال لك ما هو لو الماك ادرس اتغير الدنيا وقعت صح. فقال لك لا، الماك ادرس بتاعي بيبقى ثابت اهو، الماك ادرس بيبقى ثابت بالصيغه ديت. بالراوتر او المالتي راي سويتش ده لما يجي يرد عليا او ده هيرد عليا بايه؟ برقم الماك ادرس دوت واخره الاكس اكس. ده الاكس اكس ديت هي الاتش اس ار بي جروب نمبر ان هكس. تمام. يعني مثلا انا دلوقتي عندي اتش اس ار بي جروب رقم 1. تمام. حول ديت تبقى الواحد كده بالهكس، بالهكس تبقى كام؟ 01. تمام. يعني الاكس دي تبقى 0 كده 1 معايا كده. يبقى الماك ادرس اللي بيجي لي في الريبلاي بتاع الار بريكوست بيجي لي الماك ادرس بتاع مين؟ بتاع الاتش اس ار بي، وموجود في اخره الجروب نمبر. تمام. طيب بالنسبه للكونفيجريشن، الكونفيجريشن سهله جدا. اول حاجه بتكونفيجر ال الجروب بتاعتك هل هو تبع ايه. يعني ناخد مثال، مثلا ان ده كان الديستريبيوشن لاير الاولاني. تمام. هخش اقول له انترفيس فيلان 10 صح، بكاريت اللي هو سويتشد فيرجوال انترفيس، هدي له اي بي ادرس، اي اي بي ادرس من رينج 10 اللي هو السبنت بتاعتك. تمام. وبعد كده اقول له ايه؟ ستاند باي جروب، اقول له هنا رقم 1 برايورتي لو عايز تدي له ايه برايورتي. تمام. طيب بالنسبه له عايز تعدل التايمرز، تقدر تعدل التايمرز بالكوماند ده الهيلو، اتفقنا كل 3 ثواني والديت كل 10 ثواني. تمام. اللي هو 3 في الهيلو 10 ثواني، او اللي هم ايه 3 في الهيلو. طيب بالنسبه لي التايمرز ممكن تبقى بالملي سكند. تمام. يعني انت ممكن تخلي الهيلو كل ملي سكند. هتقولي ده كويس ولا وحش؟ هو كويس من جهه ووحش ايه من جهه. هو كويس من ناحيه ان الفيلير بتاعك ما بينك وما بين الديستريبيوشن الثاني ده هيتم يعني هتلاحظه في اقل من ملي سكند صح، وبالتالي يتحول ده على طول. بس ايه اللي هيكتر؟ هو عمليه ترافيك كتير ما بين مين؟ الاثنين دول. تمام. طيب بالنسبه للي عايز تحط او تفعل البريمت، او ده الكوماند بتاعك ايه بتاع البريمت، عايز اللي هو ايه هي كوست البريمت؟ قلناها قبل، قلناها وشرحناها اللي هو ان السويتش دوت كان وقع داون وكانت البريمت بتاعته 200. طب رجع تاني بقى اب، عمره ما ياخد الاكتف من مين؟ من ده صح، الا لما يبقى الاكتف يقع. فلو انا فعلت البريمت هنا ياخدها منه عادي. تمام. طب ايه الكوماند؟ يعني ايه المتبوعه بالديلي ديت؟ هو الوقت اللي ينتظره السويتش قبل ما ياخد ايه الاكتف منه. يعني مثلا انا بقيت اب دلوقتي، تمام، اقعد قد ايه قبل ما اخد منك الاكتف ده؟ تمام كده. ممكن اقول له 10 ثواني 20 ثانيه وات ايفر. تمام. طب ريلود، بعد الريلود يعني انت عملت وليكن الاتش اس ار بي عندك عمل ريستارت. تمام. فعايز لما بعد الريستارت تاخده بعد قد ايه؟ تمام. طيب عايز تعمل اوثنتيكيشن، تقول له ستاند باي جروب نمبر 1 كده مثلا، واقول له سترنج اللي هو مثلا وليكن اي كي. تمام كده. لو انا هعملها بالام دي 5 اهو، كاريت 8 كي تشين. تمام. كي نمبر، كي سترنج بتاعتك، الانترفيس هتخش انترفيس فيلان 10، تقول له ستاند باي جروب. تمام. اوثنتيكيشن ام دي 5 هقول له ايه؟ ام دي 5. تمام كده. وكي تشين تقول له ايه؟ الكي تشين بتاعتك. تمام. ده لو انت عايز تعملها بالايه؟ بالام دي 5. تمام. طب لو انت عايز تعمل قصه تراكنج بقى، مش قلنا مثلا وليكن ده كان انترفيس 0 على 1 مظبوط كده؟ طيب عايز اعمل له تراكنج، او ما يلو ستاند باي وده تحت انترفيس فيلان 10، كل ده تحت سويتش فيرجوال انترفيس ستاند باي جروب 1. طيب انتر تراك انترفيس
فايست زيرو على واحد واقول له الديكريمنت بتاعتك وليكن كان 80 زي المثال السابق بتاعنا. تمام. طيب الفيرجوال اي بي ادرس هقول له ستاند باي واحد واقول له الاي بي ادرس اللي هو 10.0.0.1. لو عايز تدوس سكندري اي بي ادرس مفيش مشكله. تمام. طيب تعال نبص على اللاب اللي هنشتغل عليه. قبل ما نشتغل على اللاب بتاعنا ده كابي من ايه او دي صوره من التوبولوجي بتاعت اللي هي الهيراركال نتورك. تمام. دي الاكسس لاير، دي ديستريبيوشن لاير، دي الكور لاير. صح. لاحظ ان في النتورك بتاعتي بلوكس متقسمه بلوكس، وليكن الاكسس لاير سويتش ده طالع للمالتي لاير سويتش ده وطالع للمالتي لاير سويتش ده، عنده ريدندنسي. لاحظ ان المالتي لاير سويتش ده عنده لينكتين لمين؟ للكور، للكور ده والكور مين ده، كذلك بقيه النتورك كلها. طيب احنا عايزين نطبق لاب، عايزين نعمل ايه لاب دلوقتي نطبق عليه القصه دي. طيب هل ينفع اطبق على رسمه زياد؟ صعبه قوي. طب انا هعمل ايه؟ هاخد جزء سيمبل من القصه دي اهو. يعني بص انا هاخد بلوك، نعمل كلير كده بس، هاخد البلوك كده، بص كده بلوك كده صح، مش ده وارد جدا؟ يعني انا هصغر النتورك بتاعتي. لاحظ ان هو اكسس لاير بيطلع الاثنين ديستريبيوشن بكور، وهوصل الكور دوت بايه؟ براوتر وانترنت، عشان نعمل تيست الهوست بتاعي بيطلع ولا ما بيطلعش. تمام. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد البلوك ديت بحيث ان احنا نبدا نطبق عليها. تمام. دي ادا البلوك بتاعتنا، ادا الاكسس لاير، ادا هوست موجود عندي في رينج 10 اي بي هو 10.0.0 وليكن نخلي اي بي هو 10.0.0.10. تمام. عشان يبقى زي المثال اللي احنا قاعدين نشرح عليه من ساعتها، لسه ما عملناش اي جيت واي خالص، هو فيلان 10 ده الاكسس لاير سويتش بتاعه. اللينك ادي ترانك، اللينك ادي ترانك، ادا الديستريبيوشن لاير بتاعتي فيها مالتي لاير سويتش وفيها مالتي لاير سويتش، طبعا بيتكلموا مع الراوتر مع الكور لاير بلاير 3، وطبعا هيعملوا راوتنج للكلام ده كله. والكور لاير بتاعي طالع على الراوتر اللي هو اللي هو الايدج، ايدج راوتر موجود في الانتربرايز بتاعتي بيطلع على الانترنت، وليكن عشان نعمل تيست اربع وحايد دوت هو امين هيبقى هو الانترنت بتاعنا. تمام. يبقى الهدف بتاعي ان انا هتست في الاخر من هنا لحد اربع وحايد يعمل ايه؟ بينج. تمام كده. طيب دي التوبولوجي بتاعتنا اللي انا هنعملها، اعمل يعني دي الفيزيكال لينك بتاعتي اللي موصلها على الديفايس بتاعتي على الراك. هنبدا نعمل كونفيجريشن مع بعض. تمام. بالنسبه للكور لاير سويتش دوت، انا هو ده 4500 عندي في النتورك، بس انا مش هو ما عملوش كونفيجريشن، انا مشغل عليه الريب وعاطي اي بي ادرس هنا، اي بي ادرس هنا، اي بي ادرس هنا، وده ايه يعني؟ ده نون كونفيجرابل، ما لناش دعوه بيه، انا عامل له كونفيجريشن مسبقا وده عامل له ايه؟ كونفيجريشن مسبقا. يعني ده كله شغل لاير 3. الهدف ان احنا نعمل كونفيجريشن فين؟ هنا وهنا وعلى الاكس لاير سويتش، جاست ايه؟ ترانك لينكس. تمام. طيب قبل ما نطبق الاتش اس ار بي هنعمل ايه؟ هنجرب ان احنا نعمل عمليه اللي هو سويتش فيرجوال انترفيس هنا وسويتش فيرجوال انترفيس هنا، عشان الراجل ده يطلع لاربع وحايد لازم يعمل ايه؟ لازم يغير الجيت واي بتاعه. تمام. هنعمل الجيت واي هنا 101 وهنا يبقى 100. تمام كده. تعالى مع بعض نشوف الكلام ده، نفتح الهايبر تيرمينال مع بعض ونوصل كونسول على مالتي لاير سويتش رقم 3. تمام. هوصل حاليا الكونسول على المالتي لاير سويتش رقم 3 وهو 3550 سويتش مالتي لاير سويتش. نفتح السكيور سي ار تي سيريال. كونكت. انا حاليا واقف فين؟ في سويتش 3. نجيب الرسمه قدامنا، ده سويتش 3 صح يا جماعه كده؟ هو قايل له انيبل ماشي كده، كونفيجر كونفيجر تيرمينال، بعد كده نقول له ايه؟ فيلان 10 صح كده؟ مش لازم نكريت فيلان 10، اكزيت، وبعد كده نقول له ايه؟ انترفيس فيلان 10 مظبوط كده، اي بي ادرس 10.0.0.100 55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 
بي ادرس. اي بي ادرس كام؟ هياخد 20.0.0.1 وعلى السبنت ماسك نو شت داون اكزيت. تعال نشغل راوتنج بروتوكول، نقول له اي بي راوتنج بس عشان يفعل ايه اي بي راوتنج. تمام كده نقول له راوتر ريب فيرجن 2.
نتورك ايه؟ نتورك 20 صح كده؟ وهيعلن شبكة 10 صح؟ اللي هي في اللي هي في لان 10 نتورك 10 اللي هو انترفيس في لان اللي عنده تمام؟ كده انا خلصت مين؟ مالتي لير سويتش رقم 3 تمام؟ تعالى نعمل مالتي لير سويتش رقم 4 نغير الكونسول حاليا في سويتش 4 اقول له كونفيجر ترمينال هقول له انترفيس سوري نقول له فيلان 4 الاول فيلان 4 سوري ايه فيلان 4 ايه فيلان 10 فيلان 10 اكزيت انترفيس فيلان 10 اي بي ادرس 10.0.0.101.255.255.0 نو شت داون اكزيت عندي انترفيس مين 0 على 2 عندي انترفيس 0 على 2 ده يبقى ترانك يا جماعه اقول له انترفيس فاست 0 على 2 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك بعد كده اقول له انت اول كده اقول له انترفيس انترفيس اكزيت انترفيس فاست 0 على 8 هندي 0 على 8 اي بي 30 اي بي نو سويتش بورت اي بي ادرس كام 30 001.255.255.255.0 exit I can only IP routing I can only router rep مظبوط كده version 2 I can only ايه network 10 network 30 مظبوط كده المفروض دلوقتي انا لو جيت اعمل بنج على بص يا جماعه انا واقف على 30.0.1 لو جيت اعمل بنج على 30.0.2 اللي هو مالتي سويتش 4 المفروض يعمل معايا بنج على 30.0.0.2 بيبنج عادي صح يبقى الدنيا ايه شغاله تمام هقول له شو اي بي راوت عندي ايه جاي لي اربع وحايد اهوت اللي هو ايه عن طريق الريب اللي هو موجود فين اللي هو الانترنت ده ما انا قلت لك انا عامل كونفجريشن لراوتر 4 والكور لاير تمام يبقى دلوقتي اصبحهم ايه شايفين القصه تمام تعالى بقى بالنسبه للاكسس لاير سويتش اللي هو قدامي هروح للاكسس لاير سويتش اللي هو كام 5 قدامي ننقل ده اكسس لاير سويتش 2950 متوصل على بورت فاست 0 على 10 نخش نقول له كده انيبل كونفيجر تيرمينال فيلان 10 اكزيت انترفيس فاست 0 على 10 switch port mode access switch port access VLAN 10 spanning tree port fast تمام exit في مشكلة كده انا خلصت ايه configuration بتاعتي basic مش HSRB خالص صح هعمل ايه تعال نظبط دلوقتي الهوست بتاعي دوت يا جماعة اللي هو مين اللي انا واقف فيه تمام اه بص اخش ادي له اي بي ادرس اهوت يعني ادي له اي بي ادرس مدي له كام 10.0.0.10 تمام طيب بالنسبه لي ادي له جيت واي كام 10.0.0.100 لو انا عايزه يطلع منين لو انا عايزه يطلع من المالتي لير سويتش رقم 3 مش مالتي لير سويتش واخد اي بي دوت 100 صح تعال نجرب نعمل بنج كده دلوقتي كلوز دي ران هقول له بنج 4 وحايد المفروض يبعت ار بريكوست دلوقتي المالتي لير سويتش رقم 3 ويديني ايه ريبلاي تمام لاحظ ان انا دلوقتي قدرت ايه اوصل لمين للنتورك بتاعتي تمام لو قلت له تريسرت كده اربع وحايد المفروض يعمل ايه هيديني اول هوب ان هو طلع للمالتي لير سويتش 3 اللي هي كام دوت 100 صح هيدي يقول لي انا طلعت للجيت واي بتاعي 10.0.0.100 بعد كده طلع لمين ل 20.0.0.1 وبعد كده طلع لايه ل 4 ل 30 سوري ل 90 وبعد كده طلع لمين ل 4 وحايد تمام طلع لمين ل 10.0.0.100 هل هو عنده هنا 10.0.0.100 لا ما عندوش ايه سوري عنده ايه 10.0.0.100 صح لا ما كان ما عندوش 101 لو انا دلوقتي الدنيا وقعت في اللينكه ديت لازم يطلع منين عشان نطلعه من هنا من مالتي سويتش 4 لازم اغير الجيت واي ايه بايديا تمام طلع على 20.0.0.2 اهوت طلع على اللينكه ديت تمام
بعد كده طلع لمين؟ لأربع وحايد. تمام كده؟ قدر يوصل لمين؟ للنتورك اللي هي أربع وحايد. هل في مشكلة؟ طيب بالنسبة لي دلوقتي أنا عايز الدنيا وقعت، يعني أنا حاسس إن الدنيا بتاعتي هتقع دلوقتي، يعني ندي مثال الدنيا وقعت. لو أنا اللي وقعت اللينك دلوقتي اللي هي فاست 0 على 1 من هنا، تمام؟ يعني أنا دلوقتي لو عملت كده وقعت اللينك اللي فين؟ اللي فاست 0 على 1 في الأكسس لاير سويتش، هل هيقدر يطلع دلوقتي؟ مش هيقدر يطلع، صح؟ لازم أغير الجيت واي إيه؟ بإيديا، تمام؟ لأقوم داخل هنا كده أقول له إيه؟ تطلع على 101، مظبوط كده؟ طب انا عايز القصه تتم ايه؟ دايناميك. قال لك بقى نعمل ايه؟ نشغل اتش اس ار بي، تمام؟ تعالى دلوقتي نروح نقف فين؟ على المالتي لير سويتش اللي هو رقم 3 ونفعل ايه؟ اتش اس ار بي. حاليا احنا على مالتي لير سويتش 3. هنفعل اتش اس ار بي ازاي بقى؟ هو قايل له انترفيس اهو، بص كده معايا. انترفيس فيلان 10، تمام كده؟ اول حاجه ندخله في ايه؟ في جروب ونديله برايورتي. حضرتك دلوقتي عايز سويتش 3 ولا 4 يبقى اكتف؟ انا عايز ايه؟ 3 يبقى هو الاكتف. فهو قايل له ستاند باي رقم الجروب بتاعتي، واقول له ايه؟ برايورتي. هديله برايورتي كام؟ 200. لو سبتها ديفولت هيبقى كام؟ 100. تمام كده؟ طيب كده انا اديته ايه؟ البرايورتي بتاعته. طب عايزين نديله اي بي، نفس الكوماند بالظبط، ستاند باي رقم 1 اللي هو الجروب بتاعتي اي بي، واقول له 10 0 0 كام؟ واحد مثلا. ده هيبقى مين؟ الديفولت جيت واي بتاعنا. طيب عايزين نعمل اوثنتيكيشن. هو قايل له ستاند باي 1 اوثنتيكيشن اهوت. نقول له اوثنتيكيشن ايه؟ وليكن سيسكو، مظبوط كده؟ طيب عايزين نفعل خاصيه البريمت، ان هو لو في حال ان الدنيا وقعت منه ورجع تاني ياخد ايه؟ الاكتف على طول. هو قايل له ستاند باي 1، هتلاحظ بص قال لي كده ان هو ايه؟ راح من ستاند باي بدا ايه؟ هو اكتف، تمام؟ ستاند باي 1 نقول له ايه؟ بريمت، تمام كده؟ خلاص وصلت ان انا اقول له ايه؟ بريمت يعني تاخد كذا. طب عايز اقول له ديلي مثلا، وقت انك تاخد منه بعد ديلي مثلا اقول له 10 ثواني، لكن انا مش عايز اقول له ايه؟ 10 ثواني، يبقى انا كده اقول له ايه؟ ستاند باي 1 بريمت، مظبوط كده؟ يبقى انا كده شغلت مين؟ الستاند باي على السويتش بتاع مين؟ اللي هو مالتي لير سويتش 3. نروح نعملها على المالتي لير سويتش رقم 4، تمام؟ نتنقل دلوقتي للمالتي لير سويتش رقم 4. دلوقتي انا في مالتي لير سويتش 4 هقول له كونفيجر تيرمينال انترفيس فيلان 10 ستاند باي لازم رقم 1، تمام؟ نقول له برايورتي كام بقى؟ برايورتي 150 زي ما اتفقنا، صح؟ طيب بعد 150 دي اقول له ايه؟ ستاند باي 1. عايز تفعله بريمت ولا لا؟ مش عايزين نديله بريمت مثلا عشان 150 ده يبقى هو ايه؟ الاقل، صح؟ طيب ستاند باي 1 اي بي ادرس 10001، صح كده؟ وبعد كده نقول له ستاند باي 1 اوثنتيكيشن، مظبوط كده؟ ونعمل ايه؟ نقول له سيسكو، مظبوط كده؟ هل في مشكله؟ دلوقتي الراجل دوت المفروض يبقى هو ايه؟ المفروض يبقى ستاند باي، ما يبقاش ايه؟ اكتف. المفروض تطلع دلوقتي إيه معلومه تقول لي ان الراجل دوت اصبح ستاند باي وهو ايه؟ ستاند باي، يعني هو في حاله ستاند باي ما هوش ايه؟ اكتف، تمام؟ لاحظ ان هو قال ايه؟ او سبيك، تحول من سبيك لمين؟ لستاند باي، وهيفضل واقف في حاله الستاند باي، تمام؟ طيب في الحاله ديت اعمل ايه بقى؟ اغير الجيت واي بتاعي في الهوست هنا، واقوم قايل له كده ان الهوست بتاعي في النتورك دايما عمره ما هيغير الاي بي بتاعه، هيفضل 10 0 0 1، تمام؟ الهوست بتاعي هيفضل ايه؟ 10 0 0 1. طب لو جه يعمل بينج كده، اقول له بينج على 4 وحايد، قادر يبنج برضه، ما زال قادر يبنج. الفكره هنا ايه اللي يحصل بقى؟ تعال نشوف المسار اللي اخده. تريسرت كده 4 وحايد، المفروض يطلع منين؟ هيطلع من اللينك الاساسيه اللي احنا عارفينها. في حال ان المالتي لير سويتش رقم 3 ده وقع، يبدا تلاقي المسار ايه؟ اتحول ل 30 0 0 كام؟ 0 0 1، صح؟ اللي هو المسار اللي عندي على اليمين ده من خلال مين؟ مالتي لير سويتش 4. وهيقول لي ان النكست توب بتاعته كانت 101، صح؟ هل انت عندك في الجيت واي دلوقتي 100 او 101؟ لا، ده انت عندك الجيت واي ايه؟ 10 0 0 1. لاحظ ان الفيرست هوب مين؟ 10 0 0 100 اللي هو مين؟ المالتي لير سويتش رقم 3. هيديني النكست هوب بتاعتي 20، وبعد كده مين؟ الاربع وحايد، تمام؟ طلع على 20 اهوت، 20 0 0 2، وبعد كده يطلع على اللي هو 1.1.1.1، مظبوط كده؟ طيب بالنسبه لو انا وقعت اللينك دلوقتي ما بين سويتش الاكسس لير سويتش والمالتي لير سويتش اللي هو 3 ده، بحيث ان ايه؟
ان البنج بتاعي يفضل ماشي عشان نشوف الكلام ده. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هشيل اللينكة بتاعتي من السويتش واحد اللي هي فاست زيرو على واحد، هنشيلها منين؟ من الاكس اللي هي سويتش. دلوقتي احنا شلنا فاست زيرو على واحد من الاكسس لير سويتش، المفروض دلوقتي نشوف البنج هيمشي ولا لا. البنج ما زال ايه؟ قادر يوصل صح؟ تعال نشوف دلوقتي مين الايه المسار بتاعه. حتى يعني مالناش دعوه بقصه الاكتيف دلوقتي، هنشوفها بعدين. المفروض دلوقتي تقول لي ان الفيرست هوب بتاعته اول نكست هوب طلع عليها مين؟ 101 صح؟ اللي هو الجيت واي اللي عنده في مالتي سويتش 4. تمام كده، طلع هوت ل 101، وبعد كده هيقول لي مين؟ هيقول لي ان انا طلعت على 30002. تمام؟ طب تعالى بص معايا كده في المالتي لير سويتش في الشاشه هنا، شوف سويتش 4 طلع قال لي ايه؟ انا بس استنى لما نشوف التريسرت نتيجته، هنشوف بس ان هو يطمن ان هو طلع على خلاص طلع على 30 اهوت، خلاص ما عادش عندنا مشكله. طيب بالنسبه لسويتش 4 بقى طلع قال لي ايه يا جماعه؟ بص كده طلعت لي رساله لي اتش اس ار بي ستيت تشينج، انا في فيلان 10 جروب نمبر 1 الستيت بتاعتي، انا كنت ستاند باي اتحولت لايه؟ لاكتف. فعلا الراجل دوت كانت البرايورتي بتاعته 150، ولذلك هو مين الاكتف دلوقتي؟ لان الديستريبيوشن لاير اللي هو سويتش 3 وقع. تمام؟ طب انا عندي كوماند اسمه شو ستاند باي فيلان 10 مثلا، اديني معلومات مين عن ستاند باي فيلان 10. بص كده قال ايه؟ لفيلان 10 لجروب نمبر 1 ستيت از اكتف. تمام؟ تو ستيت تشينجز، انا اتغيرت مرتين. طب الفيرجوال اي بي ادرس بتاعي 10001. طب الاكتف ماك ادرس تمام اهو اللي هو 01 ده رقم الجروب بتاعي. الهيلو تايم كل 3 ثواني، الهول تايم 10 ثواني، انك استهلو خلال كذا. بريمشن ديسيبل تمام كده. مين طب مين الاكتف؟ الاكتف از لوكال مظبوط كده. طب الستاند باي راوتر از انون، ما يعرفوش تمام، لان مفيش حد تاني، التاني وقع اصلا خالص ما عادش موجود. تمام كده، عندك ممكن تتباعها بكلمه بريف ويقول لك ايه القصة بتاعتك ملخصة، يعني رقم الفيلان اهوت، الانترفيس كذا، الجروب كذا، برايورتي بتاعتك كذا، انت اكتف ولا لا، مين انت ستيب بتاعتك، مين الاكتف دلوقتي؟ تمام؟ الاكتف دلوقتي انا، الستاند باي انون، مفيش حد عارف الكلام. تمام؟ طيب بالنسبة لو رجعنا الكيبل تاني هتلاقي ان القصة الراجل ده فقد مين؟ الاكتف بتاعته، لان انا مفعل مين؟ البريمشن على مالتي فيلان سويتش رقم 4. تعالى نرجع الكيبل بتاعنا تاني في سويتش رقم 5 اللي هو الاكسس لير سويتش. حاليا دلوقتي انا رجعت الكيبل اهوت، لاحظ ان هو قال لي ايه؟ الفاست بتاعته رجعت اب اهوت دلوقتي، وتحول من اكتف لايه؟ لانيشيال، وهيبدا يعمل ايه؟ يتحول لمين؟ لليسن. تمام؟ طيب بالنسبه لنا في البنج هنا ما زال البنج هو كده كده، البنج بتاعك ايه؟ هو في لحظه التحول بس هتلاقي ريكوستاي او اتنين وقعت بس، لكن التلاته ايه؟ الدنيا بتاعتك بعد كده تفضل تمشي عادي. الانترفيز لان قامت اب اهيت. طبعا انتوا عارفين التاخير ده كله يا جماعه عشان اللينك اللي انا شلتها من السويتش بتتحول في 30 ثانيه، بتقعد ليسن ليرن لحد ايه ما توصل فورورد. تمام؟ لكن طبعا لو كان في قصه، طبعا انت بتبقى شغال رابط سبانينج تري فالقصه دي ايه ما بتاثرش معاك. تعال نقول له شو الاكتف دلوقتي مين؟ لاحظ دلوقتي الراجل سويتش 4 دلوقتي بقى ستاند باي. تمام؟ والاكتف دلوقتي مين؟ سويتش رقم 3، 3 هو الاكتف و4 مين؟ ستاند باي. تمام؟ لاحظ اهو فيلان 10 انا كذا، برايورتي بتاعتي كذا، انا حالتي ستاند باي، مين الاكتف بقى؟ 10001000. إيه طب مين هو الستاند باي؟ هو اللوكال. طب الفيرجوال اي بي ادرس اللي بنتكلم بيه هو 10001. تعالى بص التريسر كده طلع على مين؟ على 10001 اللي هو مين؟ المالتي لير سويتش رقم 3. تمام؟ يبقى قدرنا دلوقتي نعمل ايه؟
يتحول ايه دايناميكلي بس ايه بسرعه. هتقولي طب انا شفت دلوقتي في اربع ريكوستات، يعني الراجل دلوقتي اصبح واقع في ما يقارب العشر ثواني، ده عشان احنا شغالين بالسبانينج تري. لكن لو انت شغال رابط سبانينج تري، قصه عمليه الكونفرجن دي بتتم ايه بسرعه. او لو انا عامل لير 3 لينك ما بين الديستريبيوشن لير، ما كانش برضو العطله ديت هتحصل، لان كان الكونفرجن هيحصل على ايه، على لير 3 لينك مش الترانك لينك. تمام. طيب عندنا الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعت ايه، عمليه التراك للبورت بتاعي. وليكن فاست 0 على 7 دوت وقع، تمام، وليكن ايه وقعت، عمل له شت داون مثلا او لاي سبب من الاسباب، فاصبح القصه واقعه. تمام. يعني تعال نروح دلوقتي في الكور لير واقفل مين، فاست 0 على 7، تمام، ونشوف الدنيا هتفضل شغاله ولا لا. يعني انا دلوقتي هروح فين، في انا هعمل دلوقتي في معايا الاكسس بتاع الراوتر 4 اللي هو المالتي لير سويتش رقم الكور لير، او ما يلو انيبل كده كونفيجر. تمام. انا عندي على اللابتوب يا جماعه في السكرين الثانيه، معلش. انترفيس فاست 0 2 على 7 صح. حاليا دلوقتي انا طفيت الانترفيس اللي هو مين، فاست 2 على 7 الموجود فين، في الراوتر او اللي هو الكور لير. تمام. تعالى دلوقتي نشوف الراجل دوت بيقدر يبنج ولا لا. قادر يبنج. تعالى نشوف له نعمل عمليه ريسيرت. طلع على 10.00. وعمل ايه دلوقتي؟ طلع على 10.01 لانه رجع منين؟ رجع تاني وطلع على 10.01، لانه طبعا بيبدا يبعت ريكوست، والار ريكوست ايه بيتباع برودكاست صح؟ يعني تلاحظ كده دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا الهوست دوت بعت اي ار بريكوست اني عايز جيت واي صح، فبعت الار بريكوست طلع على الترانك ديت والترانك دي. تمام مظبوط كده. فمين اللي رد عليه؟ ده رد عليه وده رد عليه. فالرد لو جه يطلع من هنا الاقي الدنيا واقعه، فطلع منين؟ من 10.00.101. 101 هو ايه اللي وصله؟ عارف لو انا عملت الباث تاني للمسار بتاعي للكور، يعني مثلا انا عملت لينك ما بين ديستريبيوشن لير 3 و4، لينك لير 4 طب إيه؟ سوري لير 3 مثلا باي بات وكده، والدنيا وقعت، فانا هعمل ايه؟ هقول له بعد كده تحول من مين مباشره، وافقد الاكتف بتاعتك من مالتي لير سويتش 3 ل 4 عشان اللينك ايه وقعت. تمام. يعني انا هروح دلوقتي فين؟ في مالتي لير سويتش 3، هوصل لينك ما بين 3 و 4 فاست 0 على 14 يا جماعه. تمام. يعني بص كده كونف تي كده اقول له ايه، انترفيس انترفيس فاست 0 على 14. تمام. نو سويتش بورت اي بي ادرس نخليها 50.001 في سويتش 4، نو شت داون، ونعلنها فين، في الريب راوتر ريب اللي هو فيرجن 2 نتورك كام 50. تمام. وتعالى نروح على سويتش 3، ده احنا عملناه، احنا دلوقتي كنا في سويتش 4 خليناه 001. تمام. تعالى نروح لسويتش 3، احنا في سويتش 4، تعالى نروح لسويتش كام 3. سويتش 3 انيبل كونف تي انترفيس فاست 0 على 14، نو سويتش بورت اي بي ادرس 50.002، نو اي شت داون. تمام. اكزت وكان اقول له ايه، راوتر ريب فيرجن 2 نتورك 50 عشان يعلن 50. تمام. وهوصل لينكد فاست 0 على 14 دي ايه دلوقتي، بحيث ان احنا ايه نقدر نشوف اللينك دي هتبقى اب ولا لا. حاليا دلوقتي انا وصلت فاست 0 على 14، قال لي ايه اب دلوقتي اهوت. تعالى نقول له اند كده، دو شو اي بي انترفيس بريف
شو اي بي انترفيس بريف. انا واخد كام؟ 50. بتقول له بنج على 50.001. تمام. البنج بتاعي ايه؟ قادر يوصل عادي جدا وما فيهوش ايه ادنى مشكله. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز افقد الاول المالتي سويتش 3 دوت. اعمل ايه بقى في حاله ان فاست 0 على 7 دوت فقد ايه؟ فقد اللينك بتاعته للاوتسايد وورلد. حول لمين بقى مباشره عشان ما يبقاش عندي تو هوبس؟ يعني اطلع هنا وبعد كده ارجع هنا ليه؟ طب ما انا ممكن اخد اللينك ديت ايه مباشره. تمام. افضل لي بحيث ان هي ايه تبقى شغاله. تمام. فهم داخل على مين؟ مالتي سويتش 3. وهو قايل له ايه؟ تعال نقول له كونف تي كده اهو. نقول له انترفيس فيلين 10. تمام. وبعد كده نقول له ستاند باي 1 تراك. تمام. فاست كام بقى؟ تراك مين؟ فاست ايثرنت 0 على 7. والديكريمنت فاليو كام بقى؟ نقول له 80 زي ما قلنا كنا قايلين فين؟ في المثال. تمام. دلوقتي تعال نقول له شو ستاند باي فيلين 10 بريف. مين الاكتف دلوقتي؟ حاليا انا ايه؟ اكتف. تمام كده. والاكتف ادرس بتاعي انا الاكتف دلوقتي. تمام. والستاند باي بتاعي قدام. طيب في حال ان النت البورت بتاعي بتاع 0 على 7 دوت وقع او الدنيا اصبحت واقعه يعمل ايه؟ ينقص البريوريتي 80. تمام. تعال نعمل الانترفيس بتاعنا نقصه ايه؟ 80. تمام. احنا عايزين نعمل ايه؟ نقول له بس الاول كده هو كده البروتوكول اصلا كانت الدنيا داون اصلا. تمام. تعال نقول له شو ستاند باي بريف هي البرايت دلوقتي 200. هنقول له المفروض دلوقتي انا عملت شت داون للانترفيس اللي هو فين؟ اتحولت الاستيت دلوقتي بتاعت مين؟ فاست 0 على 7 الداون. المفروض يقوم منقص البرايورتي كام؟ ينقص البرايورتي بتاعته من 200 ينقص منها كام؟ 80. تمام. والمفروض سويتش 4 يتحول لاكتف. شو ستاند باي نزلت البرايورتي كام يا جماعه؟ 120. ودلوقتي اصبحت ايه؟ العمليه بتاعته قليله اهي صح؟ هو التاني المفروض انك ياخد ايه بقى؟ البرايورتي بتاعته تبقى اعلى. بس انا هناك ما فعلتش عمليه ايه؟ البريمشن. تمام؟ يعني تخيل بس نكمل التريسر بتاعنا كده. احنا في سويتش 3 مش فعلنا البريمشن لكن 4 ما فعلناش ايه؟ عليها خاصيه البريمت. تمام؟ تعال نشوف المسار اللي هيطلع بيه هيكون مين. ده لسه واخد الاكتف اصلا عشان كده طلع على 10.0.100. تعال نفعل البريمت على كام؟ على سويتش رقم 4. سويتش رقم 4 تعال نفعل عليه البريمت بحيث ان هو يقدر ياخد ايه البريوريتي بتاعته من الراجل اللي شغال. اكزيت انترفيس فيلين 10 ستاند باي 1 بريمت. تمام كده. شفت خدها ولا ما خدهاش؟ انا كنت مفعل بس البريمت اهوت. تعال نقول له شو ستاند باي فيلين 10 بريف. دلوقتي هو مين؟ هو الاكتف دلوقتي. تمام. مين اللي شغال هناك بقى؟ مين اللي معمول ستاند باي دلوقتي؟ اللي هو ال 120. تمام. اللي هو مين؟ سويتش رقم 3. تعال نروح دلوقتي على سويتش رقم 3. حاليا دلوقتي احنا واقفين على سويتش رقم 3. تعال نقول له شو ستاند باي بريف كده. لاحظ ان هو ايه؟ ستاند باي دلوقتي. طب في حاله ان انترفيس فاست 0 على 7 دوت رجع اللي هو الكور دلوقتي اللينكه ديت رجعت تاني يعمل ايه؟ ياخد منه اكتف على طول صح؟ تعال دلوقتي نعمل ايه؟ انا هفعل اللينك بتاع 0 على 7 دلوقتي. المفروض دلوقتي يبدا ايه؟ اول ما يحس ان هي اب دلوقتي في سويتش 3 ياخد منها الاكتف. شفت عمل ايه؟ اخد الاكتف ايه؟ اوتوماتيك. تمام؟ والدنيا اصبحت ايه؟ شغاله مباشره بدون ايه؟ بدون اي تحويلات. والهوست بتاعي لو بيبنج هيفضل ايه؟ البنج بتاعه ما فيهوش ادنى مشكله. تمام. لاحظ ان هو ايه واخد الاكتيف برايورتي بتاعته كام؟ 200. فوق كانت 120 هيطلع فوق كده 120 لان النقص كام؟ 80 عشان البريم الايه التراك فاليو بتاعتي قلت نتيجه ان الهوست بتاعي وقع. تمام. او اللي هو الايه الانترفيس وقع. تمام كده. طيب
نكمل كده. احنا عملنا ايه؟ عملية كونفيجريشن كاملة للموضوع بتاعنا. اخر حاجة عندنا مهمة جدا وهي عملية ايه؟ اللود بالانسنج. تمام، افرض عندي عايز اعمل توزيع حمل شوية ما بين الاثنين مالتي لير سويتش. يعني انت قلت لي دلوقتي لاحظ ان كل الترافيك طالع على ايه؟ طالع على المالتي لير سويتش الاولاني اللي هو ده، صح؟ او ده كان الاكتف. طيب انا عايز اوزع الحمل، اقدر اوزع الحمل بيزد اون جروبس مختلفة. يعني ايه؟ بص كده هعمل ايه؟ انا هعمل دوت، هو احنا طبعا فيلان 50 صح كده؟ مظبوط؟ يعني ركز معايا. هعمل هنا انترفيس اهوت لو اي بي ادرس. تمام، ده انترفيس فيلان 50 اي بي، هو ادرس 192.168.1.10 مظبوط كده، واي بي ادرس انترفيس فيلان 5 اهو، مفيش مشكله. طب بالنسبه للستاند باي اي بي ادرس، هكاري تو جروبس على فيلان 10. يعني انا هقول لك على حاجه، تعال نجيب مثلا سيناريو، انا عندي هوست تاني هنا معايا كده، ركز معايا. هقول لك انا قصه اللوب بالانسنج دلوقتي ازاي اوزع الحمل على ده وعلى ده. تمام، انا عندي فيلان 10 صح، هكريت انترفيس فيلان 10 هنا وانترفيس فيلان 10 هنا. تمام، ده هديله اي بي 10.0.0.1. تمام، وده 10.0.0.2. يبقى انا اصبح عندي ايه؟ سوري احنا عايزين نعمل ايه؟ نكريت ده الانترفيس فيلان 10.0.0.1 و 10.0.0.2 مظبوط كده. طيب ده الانترفيس فيلان، ماليش دعوه بالاي بي ادرس بتاع الاتش اس ار بي. تمام، طيب هل في مشكله في الكلام ده؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عمليه جيت واي، هنخلي الجيت واي بتاعنا 100 والجيت واي بتاعنا كام؟ 200. تمام، طيب هعمل ايه بقى؟ هكريت اتش اس ار بي جروب على ده وعلى ده. يبقى هكريت هنا جروب نمبر 1، هكريت جروب ايه؟ رقم 1. الاي بي بتاعها كام؟ 100 مظبوط كده، والبريوريتي بتاعتها 200 مظبوط كده. طيب والجروب رقم، هكريت جروب رقم 2، الاي بي بتاعها كام؟ 200 والبريوريتي بتاعتها 100 150 مظبوط كده، بحيث ان السويتش دوت اصبح برايمري لمين؟ لجروب رقم 1. طب تعال نبص على السويتش الثاني، هكريت هنا جروب رقم 1. تمام كده، الاي بي بتاعها كام؟ 100 برضو، بس البرايورتي بتاعتها كام؟ 150 معايا كده. طب وبالنسبه لجروب رقم 2، الاي بي بتاعها دوت 200 مظبوط كده، والبرايورتي بتاعتها 200 معايا. طيب يبقى ايه الوقت اللي حصل؟ ان المالتي لير سويتش ده هوت الجروب رقم 1 الاي بي دوت 100 في الاخر، دوت 100 في الاخر، ده اللي هو الاس في اي. تمام، وده الاس في اي هوت اللي هو سويتش فيرجوال انترفيس. السويتش دوت هو اكتف لمين؟ لجروب رقم 1. وستاند باي لمين؟ ده اكتف لجروب رقم 1، وستاند باي لجروب رقم 2 معايا كده، لجروب رقم 2. طب ده ستاند باي هو، بص ده ستاند باي لجروب رقم 1، ده ستاند باي اهوت لجروب رقم 1، وبالنسبه لجروب رقم 2 هو ايه؟ اكتف. تمام، يبقى الاكتف هناك هو ستاند باي هنا. تمام، طيب اعمل ايه بقى هنا في الحاله دي؟ عشان اوزع الحمل، الهوست دوت هياخد الجيت واي بتاعه دوت 100 من جروب رقم 1 مثلا، والهوست دوت ياخد ايه؟ من رقم دوت 200 او اللي هو الجيت واي رقم 200. يبقى نص الشبكه ياخد من العنوان ده، وهم كده كده يطلعوا من الاكتف ده، وده بالنسبه لهم ستاند باي. تمام، لو ده وقع بالنسبه لجروب رقم 2 ده يتحول هنا، وبالنسبه للراجل دوت يقدر يطلع من هنا از اكتف، ولو ده وقع ده الستاند باي ايه بتاعه. تمام، اقدر اعمل لوب بالانسنج بينهم بكونفيجريشن. طبعا ده نفس السيناريو هو ده اللي بيتكلم فيه، وده الكونفيجريشن بتاعه. تمام، قارن ما بين الاثنين دول، هو ده المثال موجود في الكتاب، سهل مش صعب ولا حاجه. لو انت قدرت تطبق السيناريو دوت هتطبق السيناريو ده. تمام، لكن عيبه ايه؟ انك جزء من الشبكه هياخد جيت واي، والجزء الثاني هياخد جيت واي تاني. يعني انت هتقسم الشبكه جزئين، جزء ياخد اول 100 هوست مثلا ياخد الجيت واي ده، وتاني 100 هوست ياخدوا الجيت واي ده. تمام، ده كده كان ال HSRB، بروتوكول HSRB هوت ستاند باي راوتر بروتوكول، مهم جدا تفهمه لان اللي جاي مبني عليه. يعني البروتوكول VRRB والGLBB مفهومين جدا لو انت فاهم ده. تمام، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ولو في حد استفسار يسال فيه، اهم حاجه تكون فاهم الجزء ده كويس جدا. اشوفكم الفيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.